وجود اليوم بيعني حبي لهيدي الشركة وحبي للأشخاص القيمين على هيدي الشركة، وتحديدا نيكول أبو صافي يلي عم تفتتح هيدا المحل اليوم، صديقتي، وحبي لهي الماركة أرفيليجي لأنه من الماركات يلي بحسها مميزة ويلي بحسها ممكن تبين الجسم بطريقة كتير حلوة وديسنت بنفس الوقت. شو لابسة اليوم؟ أرفيليجي، هيدا من الليمتد إديشن كولكشن الوينتر.